هل ضياع الهوية يؤثر على نية الثراء أو هو رسالة كونية؟ ضياع الهوية هو هي مدرسة، في مدرسة تدعو إلى ضياع الهوية، في مدرسة تدعو إلى ضياع الهوية، في مدرسة يعني يشوفون إنه الهوية ما المفروض إنها تكون هوية الفرد واضحة وباينة، يجب أن يكون ضمن مجموعة، يجب أن يكون في الصندوق، يجب أن يكون بلا هوية، يجب أن لا يكون لديه رأي وحكم ووجهة نظر. وأنا مش من أتباع هذه المدرسة، يعني قد يكون عندهم وجهة نظر إن هذا طريق التطور الروحي وهذا طريق الوحدة والجماعة وهذا طريق الله، ما أدري، ما يعني طبختها عندي مرة صعبة، مرة صعبة طبختها. أنا أؤمن بالهوية، أؤمن إنه أنت لازم يكون عندك هوية واضحة المعالم، وأؤمن إنه هذا من متطلبات التجربة الأرضية. ما أقدر أقتنع إنه أنت المفروض ما يصير عندك هوية عشان أنت تتطور روحانيا، ما أقدر، ما تمشي معي. أحس إنه يعني في مجالني أتطور روحانيا يعني وأنا عندي هوية، أقول إيه وأقول لا، بعدين يجيني اختبار الإيه واختبار اللا، بعدين أقول رأيي عجبني ما عجبني، صح غلط، يناسب ما يناسب، واروح يمين بعدين اروح يسار وكذا يعني، واتفاهم انا والكون والرسائل اللي تجيني لما اوصل، يعني اتطور من خلال الرحله هذه يعني. بس اما اني انا اكون منزوعه الهويه، يعني ما لي راي ولا لي وجهه نظر وضمن مجموعه، ما هي مقنعه بالنسبه لي، ما هي مقنعة. ما أحس إنها تطول الطريق، ما أحسها تقصر الطريق، ما أعرف شلون يعني هم فهموها إنها أقصر طريق كذا، لا أنا أشوف إنها تطول الطريق. أنا أشوف إنك أنت تعرف نفسك وتعرف هويتك وتعرف هذا الجسد المشاعر وتعرف هذا الجسد الفكري وتعرف هذا الجسد المادي وتعرف وش السمات حقت هذا، وبعدين تطورها قد ما تستطيع، خلاص بعدين تطلع من التجربة. هذا اللي مطلوب منك. لذلك أشوف إنه ضياع الهوية يؤثر على كثير من النوايا، كثير كثير يؤثر على كثير من النوايا، وأعتقد إنه ضياع الهوية يجعلك ضمن نوايا الآخرين، أعتقد حتى لو كنت على درجة من الوعي، إنه أنت تعتقد إنه أنت يعني عشان أنت يعني ما تحكم، عشان أنت ما تصنف، عشان أنت ما كذا، عشان أنت ما كذا، فجأة تلقى نفسك في منطقة كذا يعني كثير محايدة، اللي هي أعلى من التجربة الأرضية، يعني محايدة أكثر مما ينبغي، محايدة أكثر من يعني توقف قدام دولابك تقول وش ألبس، ألبس الأزرق يمشي، ألبس الأخضر برضو يمشي، ألبس الأحمر برضو يمشي، ألبس طويل برضو يمشي، ألبس قصير برضو يمشي، ألبس مفتوح برضو يمشي، ألبس مستر برضو يمشي، ما ألبس شيء برضو يمشي. يعني عز الله ضاع الوقت وأنا واقف قدام الدولاب وحاول أصنع خيار أحاول لكن إذا عندي هوية أوكي، أنا الآن أحب الأزرق خلني ألبس أزرق، أنا الآن أحب الأخضر خلني ألبس أخضر، أعيش تجربتي مع الأخضر، فيها دروس، صح غلط، يمشي ما يمشي، وهكذا، وأفهم وأعدل وأغير وأبدل وهكذا. فكون إنه أنا يعني أنا واقف قدام الدولاب وما عندي حكم على أي فستان، ما عندي حكم على أي طريقة لبس، ما عندي أي شعوري نظيف تجاه أي تجاه هذا اليوم وتجاه أي لبس لهذا اليوم، فأنا واقف قدام الدولاب وأبغى ألبس يعني، هذا اللي يعرف هذه المعلومة اللي يعرفها، بس ما في معلومة بعدها، أبغى ألبس، فإن
يجي بزر، بزر كذا يعني صغير، طفل كذا صغير يجي يقول البسي الأحمر، البسي الأحمر الطويل هذا، هذا مرة ممتاز، ممتاز عليك، واليوم يوم يوم مشعلل ويوم أحمر، واليوم في حفلة وكذا، البسي الأحمر. فأنا يعني بما أني يعني ما لي رأي، وبما أني يعني يعني ما عندي هوية، ألبس الأحمر، ألبس الأحمر عشان البزر، البزر هذا صغير، البزر اللي عندي قال ألبس الأحمر. فبناء عليه النوايا كثيرة، صفت نوايا كثيرة بنفس الطريقة كلها، كلها يعني أنوي الثراء، الثراء نحتاج الثراء، ما نحتاج الثراء ما أعرف والله. أنا إلى الحين يعني ما أعرف نفسي، هل أنا أبغى الثراء ما أبغى الثراء، أحتاج ما أحتاج، أقف قدام الدولاب وأفكر ثراء عدم ثراء، فقر مستوى متوسط. بعدين تجيني يعني كذا واحدة صاحية ولا واحدة مو صاحية ولا كذا تقول يا عمي شو الأثرياء أنانيين وكذا، آه أوكي خلاص قفل الدولاب ما نبغى ثراء. أو جيني واحدة تقول أوه عشان تلبسين تحطين تشترين فراري الحمراء وكذا، آه صحيح آه أوكي خلاص خد اختار الثراء. ما في هوية، ما في هوية. فنعم هل كذا الهوية هذه، الهوية هذه اللي ما هي هوية هذه، نعم كثير متورطين الأشخاص اللي ما عندهم الهوية، أنهم هم يعني نواياهم تضيع، إيمانياتهم تضيع، كثير أشياء تضيع منهم، كثير أشياء تضيع بما فيها لو كان فيه نية الثراء بتكون نية كذا مضببة يعني مي واضحة، مي واضحة، ما يدرون ما يدرون، تأكدين ومتأكدين. وعلى فكرة خليني أقول لك شيء خليني أقول لك القصة اللي مليون مرة قلتها وأبغى أذكرك فيها، إنه مشكلة العقل اللاواعي إنه يسوي تحديد الكل، تعميم وامشي وانت ماشي، تعميم وانت ماشي، وانت ماشي ما تقدر تلحق عليه، ما تقدر تلحق عليه العقل اللاواعي سريع، سر انت يا دوب تركض تقول وين وصل وين وصل عقلي اللاواعي وين وصل، هو يركض 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 سرعة صاروخ وانت بسرعة سيارة تدور وين عقلك اللاواعي وين وصل. فعقلك اللاواعي هذا سوى تعميم لكل القصة، قالك خلاص يا عمي بما انه انت يعني هويتك هي واضحة، لسه ما انت فاهم وش تبغى وش ما تبغى وش ما، يا عمي خلاص انت مو متأكد من موضوع الزواج، الثراء معاهم تحديد الكل، مو متأكد من الوظيفة، الوظيفة معاهم تحديد الكل، مو متأكد وبتقدم قدامك سنوات ضوئية وانت شوي شوي تكتشف تقول عقل اللاواعي مسوي تحديد لنية الثراء ضيع الهوية، عقلي شوي شوي تكتشف لما توصل السيارة لما توصل السيارة هذه بعد فترة بعد سنة كده تقول اكتشفت اكتشاف خطير، مش اكتشفت اكتشفت ان عقلي اللاواعي مسوي الغاء لنية الثراء لانه يعني كان ما في هوية وكذا ما حددت الموضوع. اكتشف الوعي بعد سنة بدل بعد سنتين بعد ما يعني ما مشت السيارة يعني ولحق شوية على عقل اللاواعي. فنعم نعم راح تضيع كثير من النوايا، وراح تضيع كثير من الاهداف بضياع الهوية، راح تضيع كثير من البدايات وكثير من النهايات، كل شيء يصير يعني كذا موقف وجامد وكذا ينتظر احد يدفه، كل شيء ينتظر احد يدفه، يعني النهاية تنتظر دفة، البداية تنتظر دف، النية تنتظر، فالنية يحطها بزر عندك والنهاية يقفلها لك واحد والبداية يبداها لك واحد وهكذا. ما اعرف ايش الجمالية في الموضوع، ما ادري وين النقطة المبدعة في ضياع الهوية عند الاشخاص اللي يؤمنون بهذه الفكرة، ما أدري عجزت أعرفها، عجزت أوصل لها يعني بكل الطرق ما قدرت. أما أنه تقولين أنه هي رسالة كونية، قصدك أنه ضياع الهوية رسالة كونية، يعني ما أميلي لأنه أنه ضياع الهوية، قد يكون هذا هو الاختيار اللي أنت اخترتي، قد يكون هذا هو الاختيار أنه أنت اخترتي أنك يعني
يعني في صندوق مثلا قلت بطب معاهم بطب معاهم وبعدين ايش بنقفل الصندوق علينا. فانتي اخترتي هذا الخيار، انتي يعني اخترتي انك انتي تضيعين هويتك. او لقيتي ناس كذا يركضون 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 يقول لا تحكم، لا لا يصير لك رأي في الموضوع، لا تتبع القضية، يركضون يركضون. فركضتي معهم، رحتي تركضين. فيعني بهالحالات اقدر اقول انه هذا اختيار، انه انتي اخترتي هذا الطريق، انتي اخترتي انه انتي تتنازلين عن هويتك. تقولي انا اتنازل عن شعوري الايجابي وشعوري السلبي، اتنازل عن افكاري، اتنازل عن معتقداتي، اتنازل عن رايي في قضاياي، اتنازل عن مفاهيمي، اتنازل كله تنازل. مي مهمه، كلها مي مهمه، كله جسد الفكري، جسد المشاعر، جسد كله تنازل. فهذا اختيار. لكن خليني اقول مثلا والله كنت في علاقه مظلمه وتسوالي غسيل دماغ وما كنت عارف اللي قاعد يصير حولي، وبالتالي ضاعت هويتي، والان اكتشفت الان في بصيص لمبه، في لمبه صغيره كذا، قلت لا يكون انا اضحك علي كذا، يعني فكره خفيفه، لا يكون انا ما عندي هويه، صح هم كلهم قاعدين يديرون هويتي، لا يكون فعلا في 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 ضياع هويه. اقول اوكي يمكن هذه انها رساله، انه هويتي ضايعة، انها رسالة لي تحفزني اتحرك واني انا استرجع الطاقة اللي سلبت مني وسرقت مني. الروحانيات مو بتورطنا في التنازل عن النوايا؟ لا، كيف الروحانية تورطك في التنازل عن النوايا؟ مين قال لك انه الروحانية تورطك في التنازل عن النوايا؟ لما تكوني انت في طريق وضربتي وحاولتي وطقيتي الباب ولا ضبط الموضوع، انت تتنازلين من ارادتك، هويتك هويتك تتنازلين هويتك، هذه اللي احد يبغى يمسحها تتنازلين، تقولين والله كذا بالمنطق وبالفكر وبالشعور تبهذلت وكذا، خلاص نحرف الطريق، يمكن يجي يوم من ايام بلفه بزاويه وكذا. ف ما المفروض اني انا اشوفها بهذه الطريقه، انه انا يعني كوني مشيت في طريق الروحانية اني تنازلت عن نواياي.